اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى جايه معاكم في فيديو جديد، واخدكم جوله معايا هوريكم فيها اماكن كتيره في نجاح حمادي، وعايزه كمان اشارككم اللحظات الحلوه. بدات يومي من الساعه 9، خدنا فيروزه كده وابو فيروز ونزلنا الساعه 9 على نجاح حمادي. هتقولوا لي صحية ليه يا رحاب بدري كده ونازله؟ هقول لكم معايا مشوار مهم جدا هيتسجل في ايه، في ذكرياتي. رايحه النهارده اشتري ايه، حاجه العروسه، اخت جوزي يعني، وكمان هشتري حاجات لفيروزه، وهشتري شويه حاجات كده كتير، وهروح كذا مكان. تعالوا شوفوا الاماكن الحلوه ويومي كان عامل ازاي. شايفين النيل وجمال النيل؟ ما شاء الله، اللهم بارك. الطبيعه كده والدنيا زي الفل. عايزه اقول لكم، رحنا اول ما دخلنا كده رحنا على محل السمان. السمان ده فين؟ في نجاح حمادي، في شارع المجتمع الجديد، عند هو السمان توب على فكره، عند المدينه المنوره ببرج زغلول. تعالوا شوف الحلويات والجمال والطعم والشياكه والاناقه. على رأي فيروز ما بتقول الشياكة الأناقة. اشترينا كل الحاجات دي كلها، جهاز العروسة ما شاء الله، جبنا حاجات حلوة قوي. والفيديو ده يعني بصراحة من الآخر، اللي ما راحش السمان فايته كتير. السمان فيه حاجات حلوة قوي قوي قوي، وأسعار جميلة بالجملة، يعني جملة الجملة. روحوا عند السمان وانتوا هتمشوا مبسوطين آخر انبساط. وبعد ما اشترينا الحاجة وطلعنا، رحت بقى ايه، اوتلت. فين ده؟ في نجاح حمادي، في المجتمع الجديد، متفرع من شارع مكتبة الطلب. حاجاته من الاخر. تعالوا هندخل ونقول بسم الله. يلا تعالوا هنشوف هنشتري ايه. هاخد معاكم جولة سريعة كده في اوتلت، وكمان هنشوف هنشتري ايه، وهوريكم الحاجات الحلوة الموجودة هناك. هفرجكم حاجات جميلة جميلة جميلة. اوتلت ده غني عن التعريف، اللي ما راحش اوتلت فايته كتير برضو. انا ما بروحش اي اماكن، انا بروح اماكن حلوه وباخدكم فيها وخليكم تشوفوا بنفسكم في الفيديو، علشان لما تنزلوا تبقوا تقولوا ايه، رحاب جابت لنا من الاخر. الفساتين دي كانت بتاعت الاطفال. في حاجات عنده كمان للسن الصغير خالص والمحير، وفي حريمي وفي رجالي. وكنت رايحة قصد الفساتين، فتعالوا نشوف الفساتين. الأحمر ده حلو كان بس كبير شوية. حاجات جميلة جدا، وبصوا حاجات يعني هادية كده تنفع بالنهار، في حاجات تنفع بالليل، يعني في كل حاجة بصراحة. وبتلاقي الحاجة اللي انت عايزاها من غير ايه ما تروحي تلفي. اختصري، روحي على اوتلت على طول. الفستان ده كان شيك كده حلو، بس برضو كنا ايه حاسينه كبير، فقلنا نشوف غيره. شفنا اكتر من حاجه، قلت كده استأذنت صاحب المحل وقلت له انا هصور واخد جوله كده. شايفين الجيبات السواري تحفه، والحاجات الولاد التيشيرتات والقمصان. بصوا اللبس الصيفي عموما بيبقى عليه تخفيضات كده في اخر الصيف، وحاجات تحفه بصراحه. وفي حاجات كمان كانت في السله، وادي الحاجات الحريمي. طبعا كل المقاسات، في سواريهات، في بنطلونات طبعا بتناسب كل يعني الاعمار وكده. حاجات حلوه من الاخر. كملوا كده الفيديو وشوفوها، وصلوا كده على النبي وانتوا بتتفرجوا، وقولوا ايه، يا رب رزق ام فيروز والقناه تتفعل بسرعه. صراحه تعبت في القناه الثانيه، وكان نفسي انها ايه تستمر، بس ملوش نصيب فيها. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. المهم اول ما تشوفوا الفيديو ده تحطوا اللايك وتشتركوا لو كنت لسه ما اشتركتوش. شايفاكي اللي مش راضيه تشتركي، لا اشتركي وحطوا لي لايك علشان ايه القناه تكبر بيكو. وادي جولتنا النهارده كانت دي في اوتلت. تعالوا هنشوف رايحين كمان فين تاني. عايزه اقول لكم اخدنا من هناك فستان حلو خالص، هوريه لكم برضو، خليكم تشوفوه. شايفين الشياكة والالوانات الحلوة ما شاء الله تحفة. انا هنا بقى ايه بدأت ان انا اسرع لكم الفيديو علشان مطولش عليكم وتملوا ايه من طول الفيديو.
شايفين كل الحاجات اظن واضحه. والوانات ايه من الاخر، طبعا الصيف بيحب الالوانات، وفي ناس بتبقى حابه تاخد من التصفيات كده وبتشيل للصيف الجاي ان شاء الله، ربنا يدينا كده طولة العمر. وشايفين الالوان حلوه قوي، الاخضر موضه على فكره، ودي اسم المحل اوتلت. اوتلت ليه افرح كتيره قوي على فكره في القاهره. اشترينا ده بقى، ايه رايكم؟ تعالوا كده نشوف الفستان الجميل الخطير ده، وده كان واحد شبهه بس القصه مختلفه، وكمان ده برضو حاجه تانية خالص بس كان صغير، ومع ان ده كان هو اللي عجبني اكتر. وادي عنوان المحل، نجا حمادي المجتمع الجديد نهايه شارع مكتبه الطلبه، في الوش على طول كده هتلاقوا. وادي رقم التليفون، وادي الفيسبوك بتاع المحل. يلا بقى كده خلصنا جولتنا في نجا حمادي ومروحين. مروحين فين؟ رايحين على المدينه، هنوصل ماما ونرجع بقى ايه، نروح مكاننا بلدنا، بعدين هنروح النادي. هاخدكم فسحه كبيره النهارده، تعالوا ما تتعبوش، كملوا معايا وشوفوا الاماكن الحلوه. هنا بقى ايه المنظر كان من الاخر، هنا كنا عز الظهر تقريبا، كانت ساعة واحدة، كانت جو بصوا من الاخر جو حر، بس المناظر بصراحة مخلينا مش فاكرين الحر، يعني مش حاسين بالحر لان ايه المناظر حلوة قوي. قلت اشارك كل اللحظات الجميلة دي وتشوفوا المناظر الحلوة دي، بصراحة تحفة تحفة تحفة، والسما صافية كده والنيل حلو. شايفين هنا بقى ايه، دخلنا على مدينتنا الجميلة الالومنيوم. اللي ما عرفش الالومنيوم هعرفكم الالومنيوم. الالومنيوم مدينه فيها مصنع الالومنيوم، ده الثالث على العالم في صناعه خام الالومنيوم. عايز اقول لكم المدينه جميله جدا، فيها كل حاجه حلوه. المهم هنا بقى ايه، خلاص كده رايحين البلد بتاعتنا القريه، هنروح نودي الحاجة بتاعت العروسة وهنرجع بقى تاني من جديد. رايحين فين؟ هنروح نتفسح. صورت لكم الغروب بقى، شوفوا كده انا اخدكم الساعة 9. عايزة اقول لكم كان الجو تحفة، وادي الغروب علشان المنظر ده انا بحبه قوي، في راحة نفسية كبيرة ليا، يعني بيخليني بصراحة عندي طاقة حلوة كده والمود يعكس معايا بصراحة ويبقى زي الفل. كده وصلنا خلاص المدينة، ووريتكم الشوارع كلها، يعني ما سبتش حاجة الا ما خليتكم شفتوها. اوعى تكسلي وما تحطيش اللايك، لا حطي لي اللايك كده وصلي على النبي واذكري الله، وكمان سيبي كومنت حلو ومحفز ليا يشجعني ان انا اكمل واستمر وارفع لك فيديوهات تانية كتير. بشكر كل واحدة باسمها بتدخل على الفيديوهات وبتحط له لايك، وبشكر حبايب قلبي اللي دخلوا دعموني وفرحوني، بارك الله فيكم وشكرا ليكم، وصلتوني ل 500 مشترك الحمد لله. ربنا يا رب ان شاء الله يعوضني خير، وان شاء الله هكمل معاكم ومش هسيبكم خالص. بشكر كل المتابعين اللي بيحبوا محتوايا وبيقولوا لي كملوا واستمر. بشكرك يا ليلى من قلب الفيديو ده، لانك بصراحة انسانة زي العسل وذوق قوي، بحبك في الله. ربنا يا رب يبارك لك في ولادك. الملعب هنا كده، والغروب كان بصوا من اخر المنظر، كنت مش عايزة امشي من قدامه بصراحة. لو عايزين فيديوهات معينة قولولي وانا ارفع لكم ايه فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. هنا بقى عماله بصور لكم الطيور في الجو كده. بالليل بقى في الملاهي والنادي فيروزة، ربنا يخليها لي رب ويبارك لي فيها، بتعيط من اللعبه، مش عارفه مالها، مش عاجباها شكلها. عايزه اقول لكم كان يوم والله زي العسل، كان ناقصكم. تعالوا شاركونا اللحظات الجميله دي على طول. وهنا فيروزة كانت بتقول يلا روح العربية. وبكده جولتنا تكون خلاص يعني على وشك الانتهاء. شكرا على حضوركم الفيديو، شكرا انكم شجعتوني، شكرا انكم حطيتوا لي اللايك، شكرا انكم وصلتوني لل 500 مشترك. بشكركم جدا، بشكركم على كومنتاتكم الجميله، بشكركم انكم بتفضلوا معايا في العرض. ربنا ييسر لكم يا رب الامور، ويرزقنا ويرزقكم يا رب العالمين من حيث لا نحتسب.
يلا حطوا لايك لفيروزة، اوعوا تنسوا اللايك. يلا يا فعليين، استنوا مننا فيديوهات تانية كتير، واترككم في حفظ الله. مع السلامة، باي باي.